المواطن يفهم القصة دي في إطارين. الإطار الأول هو طبيعة التحالفات السياسية السودانية اللي هي على مدة التاريخ بتاع، سواء القوة دي اللي بتكون في المعارضة ولا تكون في الحكومة. هي بس لما كانت في المعارضة الناس ما كانوا قادرين يشوفوا، يعني إلا اللي يزول داخل الدائرة حتى يقدر يشوف حالة التشظي، لأنه دائما في المعارضة بتصعد حالة الهتاف وحالة الـ حالة الـ حالة الـ الخطاب التعبوي. الآن المسألة دي ما هي جديدة، يعني حكاية التشرذم داخل مجموعة متحالفة هي ما عندها برنامج بيجمعها زي ما قلنا قبل كده، بالتالي بيحصل الصراع على المواقع ده شيء طبيعي. يعني مجموعة من قوى الحرية والتغيير، دار تقيل والي جنوب دارفور، مجموعة من الأهالي دار يقيل والي شمال نهر النيل وكده، ده جزء من بؤس التحالفات السياسية الموجودة. والسودان حقيقة عانى كثير جدا في محطات التحالفات دي، في الديمقراطيات الثلاثة. الناس لو راجعوا للأرشيف بتاع الديمقراطيات الثلاثة بيلقوا الاهتراء بتاع التشكيل الحكومات ونقضها وإقالتها وتعيين الولاة. يعني الناس كلهم بيعرفوا مثلا طرفة داخل حزب الأمة نفسه في الديمقراطية الثالثة، حزب الأمة في اجتماع مجلس مكتبه السياسي قرر إنه يعين شخص معين حاكم للإقليم الأوسط وقتها نعم. لما كان السودان محكوم بالأقاليم، وكل المكتب السياسي طلع على أساس إنه الشخص المعني بالتعيين هو فلان الفلاني، والخبر مشى للتلفزيون. ولكن في الخبر في طريقه إلى التلفزيون تم اصطياد الخبر وتغيير تغيير اسم الحاكم الإقليمي المعين. ده ما جديد في الممارسة السياسية الحزبية. كثير من الناس ممكن يندهشوا، لكن ده واقع التحالفات السياسية. ده الإطار الأول، طبيعة التحالفات السياسية دي، وإن الأحزاب السياسية ما تعلمت شيء من التاريخ وما جاءت للمسرح السياسي بتصحيح وضعها ولا بالاستفادة من دروسها ولا صعدت للحكم وهي عالجت مثل هذه الإخفاقات. لكن الإطار الثاني اللي بتتفهم فيه الحالة دي اللي هو حالة الضعف المهول للسيد رئيس الوزراء. أنت الناس ما شايف الآن بتتكلم عن تغيير الولاء، لكن الناس ما منتبهة لتغيير البطانة بتاعت حمدوك نفسه. حمدوك قبل فترة كان شغال بمجموعة معينة، يعني معرفة في المسرح السياسي السوداني بأنها هي مجموعة المزرعة. البطانه دي تحت ضغط اعلامي وضغط سياسي تم تغييرها. الان حمدوك استعار او بدل هذه البطانه ببطانه جديده، وهي برضو لا تخلو من عيوب المجموعه الفائته كما ذكرنا في يعني في صدر هذا اللقاء. طيب، مبادره حمدوك دي يا اخي ويسر الناس بيتذكروا، وقال اهدافها انها هي تنظم العلاقه او تصحح العلاقه بين مكونات الحكومه الانتقاليه، يعني تعالج الشرخ بين القوى المدنيه والقوى والشرخ داخل المكون العسكري، والشرخ ما بين القوى المدنية والقوى العسكرية. جو أشخاص آخرين أشاروا له إنه يا أخي عشان أنت تسحب البساط من المؤتمر الوطني حقه تستعين برجالات الإدارة الأهلية اللي كانوا محسوبين على المؤتمر الوطني. طيب ديل أنت داك تجيبنا الآن، إحنا في أسماء كثيرة، ناظر تريك وسرور والمجموعة دي، يبقى مجموعة قيادات الرجالات الإدارة الأهلية اللي كان عندهم وجود بارز جدا في حكومه الانقاذ، وبعضهم كانوا قيادات وبعضهم كانوا اعضاء للمجالس التشريعيه وبعضهم كانوا اعضاء في المجلس الوطني وبعضهم كانوا اعضاء في مؤسسات الدوله. يعني فالاستعانه بيديل على اساس انك انت تمشي بيهم مبادره خاصه بمعالجه الاوضاع في القوى الانتقاليه، ده بيعني انه المبادره بتاعتك دي في ايدي خفيه او في ايدي جديده دخلت وبدات تعيد في ترتيبها. واللي هو بقى زي ما ذكروا الناس اللي صرحوا ديل الجاكومي وغيرهم، الناس اللي بدوا يتكلموا عن انه حتى احد مستشاري حمدوك السابقين ذكر انه حمدوك عمل انقلاب سياسي على قوى الحريه والتغيير، عمل انقلاب سياسي على المبادره. الحاصل شنو الحاصل؟ انه في ايدي جديده جات وخيطت خياطه جديده على المبادره، ما كان ده الجسم المتفق ولا كان ده المسار المتفق للمبادره. بالتالي اول شيء استغالوا عدد كبير من الناس من داخل هذه المبادره، ما استغال الان هذه المبادره وجهت لها اسهم نقدي قبل ان تتحرك لتحدث الوفاق. بالتالي اصبحت هي ذاتها المبادره نفسها معتله ومحتاجه لمعالجه ومحتاجه لمبادره تعالج عيوبها نفسها. يعني ده الحاصل.